شلون؟ يلا ماما هلا بحط بقلبه البهارات هيك. هذا الرقم شو بابا؟ هذا رقم واحد. واحد هاي كم نجمة؟ هاي نجمة وحدة. عمل الموبايل يا بدل لما الوقت خير. يلا شو؟ مين بدي أقول لك هلا؟ ما بعرف رح شوف. ألو؟ غريب خير إن شاء الله. أهلين وسهلين يا حميد. عن جد هلا طلع من المشفى؟ مين بالمشفى ليش؟ طيب ماشي ماشي يلا شوي بجيبكم انت وياه. خير ان شاء الله. شو في احمد بالمشفى؟ والله حكاني اخوه بيطلعوا عم يقول لي تعال وصلنا على البيت. هلا بدك تروح بس؟ شو بس انا بصير له بجنب طوي. بابا نحن بتعمل خاف. لخوف شو؟ لك رح تقدم الدنيا ما ضل نص ساعه بصير ليك. ما تطول بوصلوا بجنب بعدين الحج ده ما قلت لكم بقى هي قصه الخوف ما خوف بطلوها حواليكم الناس ما في شيء بخوف. ما بعرف كثير بخاف انا. لا حول ولا قوه الا بالله ما في شيء بخوف عمي. يلا رح روح وصلوا وجي بسرعة. لا بابا حباب. حباب لا تروح حباب. ليش ما في رأي الحل؟ الله يوفق خلي. بابا تصلوا وصلوا السيارة وجي ديا. ما قلت لك لا تطلع بالليل ما في طلعة بالليل. لا إلا الله قلتوا ماشي تمام. بابا تروح حباب. يا بابا يا حبيبي هي ساعة برجع خلص بقى سويت ليها قصة. طيب حباب ما تطول بس ساعة. طيب ماشي ماشي بارك. قبل ما تعتم يلا. خلص تمام خلينا نروح نشوف. يلا يلا روح بسرعة. خلص ماما انا هون ليش تخاف انا موجوده ولا قوه الا بالله ضلوا عاملين لي قصص خوف ورعب لا هزي يرجع بدل هذا يا احمد ايه جاي على الطريق يلا شو لقيتوا سياره خلص ما في داعي اجي انا ماشي ابو حميد يلا سلام طيب شو نسوي يلا هيك لبست وطلعت على الفاضي خطرت على بالي فكره رح ساوي مقلب دنيز وبياسو خليني بطلع قصص الخوف والرعب والشغلات هاي انا بفرجيكم انا بشوف فيكم والله اذا خليكم تبطلوا تصيروا جبناء ماشي الغسيلات هون رح البسهم وخوفهم احسن شيء انا بشوف فيكم هذا الروب وهذا بحطه على راسي ماشي بدي اتاخر شي بابا لا يا حبيبي ما بدي اتاخر ليش؟ مشان الوظيفه انا بدرسك اياها تعال شو بدها يعني؟ تعال ندرسها بين ما يجي البابا يلا شو كان عم يعطيك رقم واحد؟ يلا يلا هلا رقم واحد عد لي هاي كم نجمه؟ وحده تمام هلا هون عدينا نجمه وحده معناتها الرقم هو شوفي شوف وحش شو ماما؟ وحش يا ماما استغفر الله العظيم بلشنا هلا؟ ماما ما في شيء والله في لا تصير اجدب خلص تعال نكمل وظيفة لا ما في شيء انا ما سمعت صوت ولا شفت شيء يلا انا سمعت صوت حدا عم يمشي لا ما في شيء يا ماما انت عم تتخيل لا عم تخيل والله يا ما في صوت ما سمعت في صوت اي والله في صوت بسم الله الرحمن الرحيم شو بده يكون يا الله بسم الله يا الله انت عطول هيك بتخوفني شو بده يكون يعني هلا يا ربي وحش عم تعرف انت يعني لك صحيح هاي الغساله لك انا كنت اشغل الغساله ونسيتها قوم طفيها قوم طفي الغساله هاي الغساله يلا قوم طفي وخلينا نكمل الوظيفه بسرعه مو الغساله هذا جا واحد فات انا شفته يا ربي منك قوم طفي الغساله وخلينا نكفي هالوظيفه خوفتي وترتني قوم طفيها يا عبد انا خايفه يا ربي منك انت روح طفيها ايه بروح طفيها شو خايفانه يلا اكتب الرقم واحد بين ما اجي نكمل الوظيفه بسرعه منيح هي خلصت غسيل هلا بنشرهم يا ربي هي صاير صوتها عالي لازم نغيرها يا كثير صاير صوتها مزعج ومقرف بسم الله الرحمن الرحيم شو هاد يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم معقول انا هيك صايره عم تخيل مثل دنيز يا ربي هاد دنيز بده يساويني مجنونه مثله ماما حبيبي لا بقى تقلي في اشباح وما اشباح ما في شيء يا الله عم تخليني هيك هلو اثبت لك ها يعني والله في يلا خلينا نكفي هالوظيفه بقى يلا ماما يلا اكتب هون رقم واحد بكل سطر رقم واحد يلا A few moments later ماما محسوب بدي فوت على الحمام ايه روح ليش عم تقلي روح فوت على الحمام يلا بسرعه والله خايفه تعالى معي
يا ربي منك كم مرة قلت لك هالقصة لا تجيب سيرتها، خلص قوم روح لا تصير جبان. ماما والله لا تغلش. يا ربي منك، لا ما رح روح، رح خليك تصير أبضاي وتروح لحالك، يلا بسرعة. يلا خليك أبضاي. ساعة عملي حاله جبان. بسم الله بسم الله عليك، شباك والله خايفان. من شو خايفان؟ امي شفتك طيبة خواف. يا ربي منك ومن قلة العقل، يا ربي عم تساويني مثلك قليلة عقل، صرت عن جد اتخيل اشباح مثلك. يا ربي دخيلك على هالولد. تعالك يا الله. لا ما بدي اروح معك. ماما حبابة كثير معصبة بدي افوت على الحمام. يا ربي دخيلك، خلص مشي مشي لشوف انت والاشباح تبعك، حتجنني اخر شي من خوفك وجبنك. يلا مشي هات ايدك لنشوف، مشي معي مشي. البابا قال لك 100 مره لا بقى تخاف ولا بقى تعمل هاي القصه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لك مو واقف، فوت 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 تخبى هون، فوت فوت تخبى تخبى تخبى، لا تفتح الخزانه ابدا. تمام تمام تمام، رح اخبيك هون بالخزانه، انا رح اتخبى هون جنبك انا. يا ربي شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة طلع ما عم تخيل الولاد. خوفتهم خوفتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هدول مجانين ما فيهم عقل. وين راحوا هدول؟ ما عاد سمعت صوتهم؟ ليه؟ بسم الله. هم بالصالون كمان. هدول شكلهم تخبوا، والله مجانين رسمي، ما هي براسنا على وين راحوا؟ وين تخبوا؟ يلا منيح راح افوت على الصالون ريح شوي. بربي مجانين هدول دينيز وياسو. اوخ شغل التلفزيون تفرج شوي. يو الله والله هدول دينيز وياسو بيسلوا اكثر من كيلو بزر. شوف شو الاخبار. يا ربي صوت التلفزيون دينيز دينيز. ماما صوت التلفزيون. ما شكله شغل التلفزيون هيك شكله. يا ربي ماما انا كنت خايف تقلق. ماما يا ربي موبايل جوا بالصالون، مين بده يجيبه؟ حبابه رح يجيبه انت. لا ماما رح انت تجيبه حبابه. يا الله كيف تجيبه؟ لازم نجيب الموبايل ندق للبابا نحكيه نخبره شو صاير معنا. خلص ما خلينا استنى لاجي البابا. هيك قلتك استنى ليجي؟ اه طيب يلا يلا رجع سكر رجع سكر رجع اتخبى انا رجع. One hour later. يا ربي شو دنيس شو دنيس شوفي شوفي ماما شوفي ليش طلعتي؟ فوت فوت ليش طلعتي؟ فوت ماما فوت لا تطلع حكيني جوا حكيني جوا نحن متخبيين حكيني. ماما شو بدك حبيبي؟ الله يوفقك لا تطلع من المخبأ. الله يوفقك. بدي اشرب ماما بدي اشرب. يا الله لو وقت المي يا ماما. حباب اجل ليجي البابا الله يوفقك. بابا ما جيبيني. يا الله روح انت. طيب جيب ليش انا بدي اجيب لك؟ ماما ماما اللهم انا كنت خايفه ما انت ماما. يا ربي طيب اجل ليجي البابا حباب. والله انت الماما يعني روح جيبيني. طيب ماشي يلا روح روح شوي شوي وجيب لك بسرعه. تمام انت لا تطلع من الخزانه ابدا ابدا. سكر سكر. كأني سمعت صوتهم هدول، معقول طلعوا؟ يلا كيف شغلنا لكان؟ بسم الله يا ربي يا ربي يا الله عتمت الدنيا صرت الدنيا ليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب له مي بسرعة يا ربي. هلا وقت المي. يلا جبت له مي يا عمري يا دينيز. شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي شو هاد؟ دينيز ميز ماما جبت مي جبت مي. لك مي شو يا حبيبي؟ لك شفته شفته للشبح والله طلع قدامي بوشي طلع. عن جد ماما؟ اي والله يا ماما طلع لي الشبح وكثير خفت. ماما انا عطشانة جبت شي. يا عمري معلش يا حبيبي انا اسفه والله كنت جايبت لك بس نكبه معلش. هلا بس يجي البابا وحيت عيونك بشربك. هلا نرجع نتخبى يا ماما ولا تطلع صوتها، شكله بس يسمع صوته بيطلع. تمام؟ ليك طول ما انا ساكتين وما في صوت ما عم يطلع. بقى خلينا ساكتين تمام؟ ماشي ماشي ماما. يلا ماما الله لبين ما يجي البابا معلش. لا تطلع صوت ابدا ابدا. يا ربي دخيلك والله مليت، صار له ساعة هدول والله طولوا. شوف سوا كيف بدي طالعون. كياسة تركي موبايله هون.
رح تقلع الموبايل خليه تجي تاخده خليه نطلع وشوف وينه أحسن حل. يلا 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 عميلا عميلا دنيز جوالي عميران يا ربي جوالي بالصالون عميران هذا أكيد البابا والله نجيب الله قالوا نحكي البابا ايه والله لازم نحكي رد عليه نقول له انه في شبح بالبيت ويجي بسرعة كيف بدنا نجيب الجوال ونرد عليه يا الله هذا روح باب انت جيبه ما انت العيبي هذا جوالك انت ما انت اساس ابضاي وبطال وشاب لا انا عابدي يا ربي وانا بقول عطول دنيز ابضاي وبطال وانا عم ربي هيك شاب ابضاي هيك يا ماما هيك تساوي فيني هيك بتخزلني قال ما تخاف انا يا حكيبه الله حي الابطال يلا يا ماما روح يا بطل انا كشبح عند انت لما تعال شوفك يا شبح هات صوت دنيس طالع شكله جاي ياخذ موبايل لا انا بفرجيك يا دنيسه ليك بدي اخذه يا ربي ان شاء الله اقدر اجيب الجوال صوت دنيز عم يعيط بسم الله شكله طلع له شبك شبك شو طلع لي الوحش لك ليش خايفان مع اساس شب وقبضاي وحضلات بجيب لك الجوال يا ربي عاملي حالك قبضاي ومدري شو خلص فوت فوت رجع تخبى فوت خلص هلا ابوك اذا ما ردينا عليه بيعرف انه في شيء وبيجي فوت على خزانتك وين خوتت لك فوت هذا محلي تعال يلا لك يلا بسم الله عليك شو صار لك يلا طلع بسرعة بسرعة لك بسرعة يلا بدي اتخبى انا كمان خلص مع لعبك يلبى طلع بالي اخ يا ربي دخيلك رح نملي شوي لانه بالعادة ما بيخلوني النوم رح ننام ارتاح شوي احسن شيء يا الله فكرت خير الشبح خلاني نام شوي بالعادة ما بيخلوني نام لانه يا ربي صارت الدنيا ليل عتمت الدنيا يا الله لا استفقت دنيز دنيز حبيبي شو عم تعمل نمت شوي ماما يا عمري انت يا ده الله يا دنيز صارت الدنيا ليل ولا لا ابوك ما اجا والله صار ليل يا والله يا ماما كتير ليل كتير برا بيخوف الجو غريب ابوك لهلا ما اجا يا الله شو بدنا نعمل ما والله انا كتير عطشان وجوعان وبدي فوت على الحمام يا الله وانا كمان يا ماما كتير عطشت وكتير جعت يا ربي ما تعني حنا وياك نجيبك من المطبخ ونسلاب نجي طيب ماشي يلا خلينا ابضايات ونمشي سوا ايه هلا الوحش اذا طلع لنا بنركض انا وياك بنرجع تمام يلا مشي انا وياك شوي شوي بدون صوت هذا بس طلع صوت بيطلع مسكر مسكر يلا يلا روح 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 يلا ماما بسرعة جيب أي شغلة بسرعة بسرعة في صوت في صوت بسرعة بسرعة دنيز ركود ركود في صوت في صوت فتح باب في صوت فتح باب بسرعة بسرعة لك بسرعة قولي قولي تخبى تخبى جوا تخبى A few moments later يا ربي راح الصوت لا تخاف ماما راح الصوت راح الصوت شو قدرت تجيب أكل يا الله اندومي اندومي طبخة يا الله ما فينا نطبخة ما قدرت تجيب غير اندومي ما كان في غير الدعوي يا عمري انت كيف نطبخه يا الله خطر عبالي فكرة شو رأيك ناكله هيك حاف افتحوا افتحوا ناكله هيك كتير طيب والله بحطوا له هيك انهم بكسروه ويحطوا له هيك البهارات جوا بياكلوه حاف والله تعال ندوقه هيك يلا ما حلش ربس سبب ما يجي البابا نسند جوعتنا هات هات يلا ماما هلا نحط بقلبه البهارات هيك يلا حركهم يا سلام هلا رح يطلع كثير طيبات هلا شوف يلا هات دوقنا اه شو هالشكله شوفيني لا تطلع صوت ماما حباب بدون صوت الله يوفقك هات لندوق كل كل ماما كل يا حبيبي انت كل يا عمري يا عمري انت قد جوعان انت مطبوخ ايه طعمته كثير طيبه عجبك يا حبيبي صحة وهنا يا عمري بس هلا رح تعطش بالله لا تكتر كتير يا ربي شو الله يجي ابوك بس والله كتير عتبت الدنيا صار الدنيا كتير ليه يا ربي جوك برا كتير بيخوف يا ربي بابا وانا والله
بكير تأخر، والله غريب هيك. أوف كتير تعبت يا عمري يا ماما، وقفك والله كتير تعبت. يا ربي دخيلك أمدى يجي هالبابا، عطشانة كتير. ماما أنا كتير عطشان فحم قلبي. يا عمري سلامة قلبك. ما تذكر الشغلة. شو تذكرت حبيبي؟ شوف أنا خلات بشنطة تجي روضة عصير. عن جد؟ إيه. شنطتك روضة هون؟ ليك هون إيه والله في عصير. يا ايه والله دنيس عصير خد نشرب عصير بسرعه. يلا يا ربي الحمد لله. كيفك دارك قبل شنطه اليوم؟ شيلت تب الجوضه. الحمد لله يا ربي الحمد لله. يا عمري بيت صحه. وانا يا عمري طب العصير والله متلج كمان. يا عمري صحه وانا. 12 o'clock midnight. صوتها كان صوت زكزوك. وين تركي زكزوك هدول؟ شو الصحي هم دي يكون تركينا زكزوك؟ نشوف تركينا بغرفة النوم. يوه ما شلبون كيفك تركينا رايحين؟ يا عمري يا زكزوك رح روح شوفه. يا عمري صوت زكزوك عم يبكي. دنيس ماما لك يا ماما صوت زكزوك عم يبكي لك. انا نسيته لزكزوك. وين تركتي ماما؟ لك والله من الخوف تركته بغرفة النوم نايم. لك نسيته كله يا الله من الخوف. يا حرام يا زكزوك ما لازم نخليه مع الشبح الشرير. يا ماما روح انت جيبه روح. لا ماما شو جيبه انا؟ انت عم تروح تجيبه. يا ربي يا زكزوك. طيب ماشي دنيز مشي انا وياك نروح ننقذ زكزوك من الشبح الشرير. يلا انقذها من الاشرار. يلا انقذ ابو غريب. هذا زكزوك كاسر خليه الشبح الشرير. اي والله يا ماما مشي انقذها من الاشرار. يلا يا بطلي انت يلا. ما لنا خيفانين نحن منك يا شبح. مشي ما لنا خيفانين منك يا عمري يا زكزوك. يا روحي عم يبكي وهدي له طير الحمام. يا عمري زكزوك مشي زكزوك. ولك الشبح الشبح مع زكزوك. ولك شو ليش عم تقرب على زكزوك؟ دنيز مسكر رح يجيب عصاية نضربه. شو يصير عم تقرب على زكزوك؟ ولك يلا دنيز مسكه مزبوط. ولك عم تقرب على زكزوك. ولك عم تخوفنا. ولك نحن بنشوف فيك. ولك شبح. ولك شبح جات هذا انت؟ ايه هذا لا ليش هيك لابس؟ ايش قاعد عامل؟ بابا ليش هيك عامل فينا؟ كنت احسن فيكم مقلب. يا ربي دخيلك وليش هالمقالب هلا بنص الليل؟ انت بتعرف انه صار الدنيا نص الليل؟ مشان بطلوا تخافوا بطلوا تعرفوا انه هي كلها خزعبلات وشراطه بتخوف. يا كلها ضحك وخرافات. انا هيك سويت يا بابا والله خوفنا كثير. الله يسامحك. كيفك بعدين فتت على البيت وكيف لابس ثياب؟ لا اجن برا على الغسيل والمنشورات. يا ربي دخيلك لو كنت من وين بتجي هاي الافكار الخزعبليه؟ يا احنا نشوفك عشان فينا مقلب. لا